اول حاجه عندي من مقادير فتت الشاورما، اربع صدور فراخ متقطعين شرايح كده بال يعني زي بتاعه البانيه، بس الصدر على اتنين، الصدر على اتنين. وعندنا كمان نص كوبايه خل، نص كوبايه خل، ومعلقتين عصير ليمون، ونص كوبايه زبادي، سوري علبه زبادي، علبه زبادي، ومعلقه بهارات، ومعلقه كاري، وفص ثوم مفروم، وبصلايه، وكمان عندنا كوبايه من لسان العصفور المحمص، وخمس ارغفه عيش شامي، وكوبايتين من المرق، وكوبايتين من الرز المسلوق، وكمان عندنا علبتين زبادي تاني، وبصلايه هنحمرها. يبقى ناخد مع بعض المقادير تاني علشان الفته دي حلوه قوي. وفي وسط الفته هنعمل شاورما عادي، يعني اللي مش عايز فته الشاورما هيعمل شاورما عادي. جميل. اول حاجه من الفته هو عباره عن اربع صدور، اربع صدور من الفراخ متقطعين نصين بالعرض يعني زي بتاعه البانيه. عندي كمان نص كوبايه من الخل، معلقتين عصير ليمون، وعلبه زبادي، ومعلقه بهارات، ومعلقه كاري، وفص ثوم، وبصلايه، وكمان كوبايه من لسان العصفور المتحمص ده عشان الفته، وكمان عندنا خمس ارغفه من الخبز الشامي، وكوبايتين مرق، وكوبايتين رز مسلوق سخن لسه هو الطالع، واخيرا عندنا علبتين تاني زبادي، وبصلايه هنحمرها. تعال نشتغل مع بعض. اول حاجه هاخد المرق ده، الشوربه يعني بتاعتي، بتاعت لحمه، بتاعت فراخ، اي شوربه، نحطها كده. وفاكرين انا قلت كوبايه من لسان العصفور محمص، احنا محمصينه بدون دهون تحت الشوايه اهو. هناخد الكوبايه نحطها، يبقى انا عندي كده يستوي معاه. تاني هنا حطينا كوبايه لسان العصفور وشويه ملح صغيرين عشان لسان العصفور، وحطينا كوبايتين المرق ونسيبهم يستووا مع بعض. لقينا لسان العصفور شرب المرق كده وبقى عامل زي ما يكون زي الرز، نزوده شويه شوربه تاني مفيش مشكله. اخر واحده دي يا سعد عايزين نشيلها. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه في الفراخ. هنجيب الكبه، الله ينور يا سعد، ادي شويه طرش كده مظبوطين مع شويه بطاطس مع السندوتشات، وهنا عاملين طبق خضار. في ناس بتحب تاكل سلطات مع السندوتشات دي زي الطبق ده كده جرين سلط، وفي ناس تحب تاكل خس بلدي، وفي ناس تحب تاكل ترشي مع بطاطس محمره. كل الحاجات دي متاحه مفيش مشكله. بعد ما عملنا ده كده هنيجي نعمل مع بعض ايه. اول حاجه عندنا خلي بالكم العيش الشامي، العيش الشامي هنحمره، لكن الفراخ هنتبلها بايه بقى؟ نجيب بوله كبيره وناخد صدور الفراخ، ونجيب الكبه الاول الصغيره عشان هنفرم الثوم وهنفرم الفلفل علشان يديها نكهه. في اللحمه ما بتاخدش لا ثوم ولا فلفل، لكن في الفراخ بتاخد ثوم وفلفل. يا ام حسام. السلام عليكم يا شيف يوسف. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تسلم ايدك يا شيف يوسف على اكلاتك الجميله. ربنا يخليك، ده من ذوق حضرتك. انا كنت الفورمه اللي حضرتك عملت فيها البيتزا اللي هي بتاعت العيش اللي هي كانت مخرمه. يا فندم. عايزه اعرف اجيبها منين عشان مش عارفه. من وسط البلد. محلات بيع خامات الحلواني. ممكن اسيب الموبايل بتاعي حضرتك؟ انا يا حاضر. تقول لي؟ انا يا هاخد النمره. انا يا حاضر. حاضر، يا تاخدي تليفون تليفوني كلميني، يا اما تسيبي تليفونك انا هكلمك. حاضر من عينيا. بشكرك على اتصالك، وانا ان شاء الله كلميني وانا هقول لحضرتك. حطينا هنا في الكبه دي نص البصلايه، وحطينا الفلفل، وحطينا الثوم، وهنحط عليها علبه الزبادي، وهنحط عليها الكاري، ونحط عليها البهارات، ونحط الخل، بس خلي الخل في الاخر عشان ما يترطش. نحط شويه ملح وشوية فلفل، ونحط الغطا، ونفرم ده النعامه خالص خالص خالص. تاني مع بعض حطينا كل الحاجات دي اهو، شايفين؟ هنا حطينا زي ما قلنا تاني الزبادي مع الكاري مع نص بصلايه مع قرن فلفل اخضر مع كمان فص ثوم والكاري والبهارات وملح وفلفل. خلاص
نقوم جايبين كده حاطين الفراخ وحاطين عليها الخليط ده ونشيل اهو، شايفين الخليط سائل ازاي؟ وبعدين نحط عصير الليمون ونحط الخل ونقلب الخليط ده كله مع بعضه. هات الماسك ده عشان خاطر يتشرب معانا من الخليط ده. وعلى فكره ممكن تسيبوه ساعه في الخليط ده، ممكن تسيبوه اكتر من ساعه في الخليط ده، زي ما انتوا عايزين الموضوع ما فيهوش مشكله. يبقى انا عطينا الخليط بتاعنا ايه؟ قرن فلفل اخضر وفص ثوم ونص بصلايه ونص كوبايه خل ومعلقتين عصير ليمون، شويه ملح وشويه فلفل ومعلقه كاري ومعلقه بهارات. ده الشاورما. نغطيها ونسيبها في الثلاجه ساعه، لكن احنا هنفترض ان احنا سيبناها الساعه ونروح بقى على الشوادي تاني وناخد الفراخ بتاعتنا دي بعد ما سيبناها الساعة. احطها فين؟ هي دي مش شغالة؟ الكهرباء واصلة هنا ولا لا؟ شوف لي كده الله يخليك. اهو هنشويها عادي. طب انت ما قطعتهاش ليه زي الشاورما يا شيف يسري؟ ممكن تقطعها زي الشاورما ما فيش مشكلة. ليه؟ انا عاملها كده علشان عايز وانا بقطع صدور الفراخ يبقى باين معايا لحم الفراخ من جواها، يبقى لحم الفراخ باين معايا من جواها. خلاص شايفين الصوص ده؟ لو عايز ازود وهي بنشويها كده هنجيب الفرشه نزود بيها. نرجع هنا تاني، انا قلت لكم عندي هنا ايه؟ عندي كوبايتين من المرق عليهم كوبايه من لسان العصفور المتحمص. اول ما هيستوي معايا وينضج خالص ويا ريت كمان يستوي زياده على اللزوم يعني يتهري معايا هقول لكم هنعمل فيه ايه. نيجي هنا نعمل العيش المحمص. حطينا الزيت عندي اهو، اول ما يسخن نحط العيش. بياخد بالظبط من نص دقيقه لدقيقه. العيش المحمص ده بياخد من نص دقيقه لدقيقه مش اكتر من كده. ونطلعه لونه اصفر. يعني ايه لونه اصفر؟ يعني ما نحاولش نحرقه لان كل ما هيقعد هيسمر، كل ما هيقعد لونه هيغمق معايا كده. احنا ماشيين مع بعض واحده واحده زي ما بنقول. نجيب بقى بايركس، نجيب صينيه تقديم غويطه، نجيب طبق ونحط فيه فورمه علشان هنغرف دلوقتي مع بعض. ما رضيتش اعمل اي حاجه بصراحه غير اما نرجع، انا جبت طبق وفورمه فقط، والرز موجود عندي والزبادي موجود عندي والعيش حمصناه اهو. شايفين شكله؟ اللون ده روعة روعة اهو. بسأل الراجل يلا مش مشكلة. ناخد بعد كده الفراخ نطلعها عشان نقطعها. نشيل بس كل ده هنا ونجيب البلانشة دي. شايفين الفراخ لونها بعد ما استوت عاملة ازاي؟ اهي. طب والله هي كده استوت؟ اه طبعا كده استوت طبعا، يعني مش محتاجة تستوي تاني؟ لا وبرهان اهو خدت اللون. انا كان اهم حاجه عندي في الشاورما ان تاخد اللون ده. بعد كده هنفصل الكهرباء هنا خالص، يعني مش محتاجين الشوايات دي، ونروح علشان نقطع مع بعض الفراخ عشان نعمل الفته. دلوقتي انا عايز اقول لكم معلومه بس، فاكرين لسان العصفور اللي احنا حطيناه مع الشوربه استوى؟ لازم اوريه لكم عملي برضو. نجيب كبشه صغيره وادي شكلها. شايفين؟ الله طب وانت هتعمل ايه يا حبيبي في الموضوع ده؟ هقول لكم دلوقتي حاضر ثواني. شايفين لسان العصفور اهو؟ مفيش طاسه ثانيه من هنا. خلاص هنقطع بقى. نعمل الدرج الثانيه يا سعد. نقطع الفراخ الاول قبل اي حاجه كده. شايفين بقى استوي اهي اهو، وانا بقطع الكاميرا جايبه ما بتكذبش. فراخ مستويه. اه سخنه؟ اه سخنه. بنقطع اهو قطع اهي. نجيب واحده تانية كاننا بقى عملناها شرايح، بس دي بتدي شكل احلى في الطبق. يعني انا ممكن كنت قطعتها شرايح من الاول، بس دي بتدي شكل اجمل كتير قوي. بعد كده بنقطع برضو اهو. وبتحدي طبعا، كان في حد بيقول ده الفراخ ما لحقتش تستوي. لا
كله عندنا طبيعي، كله قدامكم اهو. واللي قال ما بتستويش ده او ما استوتش هيدوقها دلوقتي حالا كده. قطعنا. انت يا وليد اهو، بعد ما خلص تقطيع كل الفراخ عشان نحطها مع الفته، واحنا مع بعض كده واحده واحده نرفع دي من على النار، مش محتاجينها استوت. اللي جاي بقى خلي بالكم منه. عاده احنا بنعمل الفته ازاي بقى؟ بناخد الشوربه، ناخد الشوربه بتاعتنا نحطها على ايه؟ على العيش المحمص. لا، احنا المره دي هناخد اللي هو شوربه لسان العصفور. طب ده بيعمل موضوع، ده حكايه، جربوا بس. انا لما اكلتها في مكان معين كده عجبتني قوي بصراحه. يعني انتوا عارفين لازم نلف على الاماكن عشان نعرف ايه الجديد وايه النكهات المستحدثه في المطبخ، عشان خاطر نجيب لكم حاجات كل مره جديده بشكل جديد. خلصنا تقطيع الفراخ، هنجيب بوله كبيره نحطها كده، وناخد الكبشه فين اللي كنت بوريكم بيها؟ كان في كبشه اهي، كبشه. نعمل ايه بقى؟ ادي العيش بتاعنا. هخلي بس شويه صغيرين كده هقول لكم ليه. وبعدين نيجي هنا نقوم واخدين عليها لسان العصفور بالمرقه، مقلبين تقليبه صغيره. ايه رايكم في الفكره دي؟ الريحه، الطعم هتشوفوه دلوقتي. واقوم قالب ده فين؟ في الطبق بتاعنا. فاكرين بقى شويه العيش الصغيرين اللي انا قلت لكم خلوهم؟ نحطهم كده ونفرد كل المقادير دي كده. وبعدين نجيب الرز، نحط طبقه صغيره مش كبيره، تقريبا حوالي سنتي فوق العيش اللي احنا حمصناه وحطينا عليه الشوربه بتاعتي او المرقه اللي معمول عليها لسان العصفور. جميل. احنا قلنا الرز هنحط تقريبا حوالي سنتي فقط، مش اكتر من كده. جميل. ونضغطه، حاولوا تعملوا بشكل جمالي. اهم حاجه زي ما بيقولوا الشكل العام في الاكل، شكل الاكل عامل ازاي واحنا بناكل اهو كده. خلاص انا عندي طاسه هنا سخنت اهي، هناخد على البارد البصل ونحط شويه زيت. والبصل ده مش هنحط عليه غير شويه زيت كده على البارد ونسيبهم يتحمروا، هجمل بيهم شكل الفته بتاعتنا. خلاص هنا نعمل ايه؟ ناخد بقيه شويه الشوربه دول اهم على الوش كده، خفيف اهو، خفيف، طبقه خفيفه قوي. شايفين بقى المرقه اللي موجوده في لسان العصفور تلقائي بتنزل بين طبقات الرز، وبيفضل عندي لسان العصفور اللي هو فوق بس. وبعد كده بجيب الفراخ بتاعتي ارصها، سوري صح، سوري معلش انا اسف، انا كنت فاكر ان انا لسه ناسي طبقه، بس خلاص معلش بقى ساعات النسيان وحش. اهو بعدين فردناه كله، كل الفراخ اهو. نيجي بقى نعمل ايه؟ ناخد شوية الزبادي بدون إضافات؟ لا، هنضيف له، هنضيف له إيه بقى؟ هنضيف له رشة صغيرة من التوم أهو، سن التوم صغيرة، نقلبها كده على علبتين الزبادي. هو مش محتاج زبادي كتير، ورشة ملح صغيرة أهي بالإيد كده، ونقلبه ونصب صب كده عليه على الوش. يعني مش هنغطي، لا 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 خالص، انا عايز شكل الفراخ تبان كده مع الزبادي مع التجسيمه دي. يا سلام، انا جعت. لا لا لا، واحد سوري مشهور قوي بصراحه اكلته عنده عجبني قوي. انا البصل اهو هيتحمر، اول ما هيوصل انه يبقى ذهبي هصفيه، هنصفي الزيت لو سمحت، هات لي مصفى يا سعد. بعد ما هنصفيه خالص هناخده نرشه على الوش. بقى عندي كده احلى طبق فته. بقى انا مستني بس للمفاجاه، اغسل ايديا
ايه المفاجاه؟ ان انا اوريكم شكل الطبق واحنا بنطلع عليه البصل. بعد ما نصف البصل اهو نعمل كده، بسم الله الرحمن الرحيم، ونطلع اهو 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 اهو. بص يا ريمو اطلع معايا بالهنا والشفا. نعم. لا ما انت هتاكل دلوقتي على طول. رشه من البصل على الوش المحمص عشان بس الاغراءات تبقى كتيره. عايزين تحطوا شويه مكسرات مفيش مشكله، عايزين تاكلوه بالطريقه دي مفيش مشكله،